اللي جوا البلاس يعرفوا بعضهم وين سهلت المأمور يسؤال المدرب وستاف تاعو. ان شاء الله احنا هذه حاجه تفرح كما نقولوا سيختو يخفالكش باللي الجروب هو الصح. ان شاء الله نحضروا حضرنا مقابله الاولى مع نيجيريا ودوك غدوة ان شاء الله عندنا مقابله راح تكون سهله راح تكون صعيبه. ان شاء الله انا حاضرين وواعيين المسؤوليه ان شاء الله. بالنسبه للاعبين الشباب هذه المباراتين ليست فقط مباراتين وديتين لانه القائمه النهائيه اللي راح تشارك في الشهر مازال ما تخرج بالتالي انه هنالك تنافس كبير على المناصب. كيفاش تشوف هذا في الجو العام للمنتخب؟ ياسر هذه حاجه كما نقولوا لا كونكيرونس ديجور تكون مليحه للمنتخب باسكو اي جوار يحب يلعب لاكان ميم سوا ما تعرفش على قادر جوار ما يكونش في تربص هذا ان شاء الله بروشان ستاج يكون. اما الانسان لازم كيكون هنا يخدم يمد 100% باسكو هذه تحب ولا تكره هذه كما نقولوا بلادنا لازم نمدوا سوا اللي يلعب ولا اللي ما يلعبش لازم يكونوا جروب وان شاء الله التوفيق يجي من عند الله. مي شاك جوار عنده ان اوبجيكتيف. انا بيرسونيلمون جيم بيان نكون بارتيسيبي في لاكان هذه سيرتو في بلادنا دوك ما نعرفوش على المكتوب هذه. هذاك راح يكون تتويج ياسر هذاك هو الاوبجيكتيف اللبناني تتويج ونفرحوا الشعب تاعنا وتوفيق من عند الله. نصوم كاع عارفوا بعضهم بعض الحمد لله. هذا الستاج راه يجري في ظروف حسنه وبدينا في قسنطينه انا اونشينو في الستاج هنا في وهران. الحمد لله الظروف راهي كل ملائمه باش نخدموا اليز ونكونوا اليز في لي ماتش. غدا من لقاء مع السودان فريق ضمن درستوه جيدا. كيفاش تشوف انت اللقاء والسودان؟ هل هو يعني الفريق السودان يكون يعني هذه المباراه تكون اختبار جيد ام مباراه نيجيريا هي الاختبار الحقيقي بالنسبه لكم؟ ما نكذبوش على بعضنا بعد الاختبار الحقيقي تاع هذا الستاج بين السودان ونيجيريا كان هو الماتش تاع نيجيريا ولعبنا مع كونترين ايكيب تاع نيجيريا واللي عرفوا يلعبوا فوتبول. كان اختبار تاعنا حقيقي الحمد لله خرجنا باقل الاضرار وين درنا ماتش باب السودان بكل اريحيه. الماتش تاع السودان انا قرينا لادفيرسير كيفاش يلعب مع لي ستاف تكنيك ورانا نخدموا ثاني في لونترينمون باش نكونوا غدوه على اوتير ان شاء الله ونديروا بون ريزيلتا. شكرا. الحمد لله هذه مباراه تحضيريه الاولى كانت امام فريق نيجيريا الفريق الاول تاعهم كان احتكاك جيد في المباراه الاولى. ان شاء الله عندنا مباراه ثانيه امام منتخب السودان لانه محضرينها كما ينبغي باش نكونوا ان شاء الله واجدين هذه المباراه ان شاء الله. ممكن كيما شفتوا كوتش ماجد بوغرا دائما يحط لاعبين على العامل دائما ان شاء الله باش نكونوا في اتم الجاهزيه ان شاء الله اللي يكون حاضر في الشان ان شاء الله يكون في اتم الجاهزيه ان شاء الله اللي معنا ان شاء الله نفرحوا الشعب الجزائري في الجزائر ان شاء الله. الطاقم الفني الدعم كريم متمور كيفاش تشوف قدوم كريم متمور للمنتخب وما هي حسب رايك الخبره التي سوف يعطيها متمور للفريق المحلي؟ باش نقول لك الطاقم الفني غني عن تعريف لاعبين سابقين دوليين وتكونوا في اوروبا ان شاء الله نستفادوا من الخبره تاعهم وان شاء الله نتعلموا من ناخذوا من التعليمات تاعهم وان شاء الله نعودوا بالفائده للمنتخب المحلي. لاعبين الشباب الوجداد بقوه في تربص المنتخب المحلي تشوف انه هذا يبين انه مستوى فرق الشباب الوجداد في الاعوام الثلاث الماضيه راه في اعلى مستويات. واش حنقول لك انا هذا اختيار تاع المدرب ان شاء الله بالك كاين دي جوار واحد اخرين سوا في شباب الوجداد سوا في دي زيكيب واحد اخرين يميريتي ويكونوا في هذا ان شاء الله اللي يكون في المنتخب المحلي ان شاء الله يكون بقوه ويمد الدعم للمنتخب المحلي. ما نقدروش نشوفوا الوجه غير في مباراة واحدة. لعبنا المنتخب المحلي لعب مباريات كثيرة من قبل ما نكون أنا لهنايا وراح تكون مقابلات في المستقبل إن شاء الله وراح نقيموا روح نفسنا إن شاء الله. لكن نظن مباراة اللي قمنا بها مع نيجيريا كانت مباراة صلبة من الجانب الدفاعي خاصة أيضا من الجانب الهجومي. لعبنا مرتدات كانت مليحة إن شاء الله نكملوا على هذا المنوال والأهم في الأخير لأن هي كتحضيرات للشان اللي راح تكون هي الأهم إن شاء الله. الشان اللي يكون فوز استغفر الله التعادل اللي حققناه مع نيجيريا نظن المباراة كانت جيدة قدمنا فيه وجه مشرف خاصة مع منتخب نيجيري اللي هو بيلعب الفريق الأول تاعه. احنا إن شاء الله رانا دائما في التحضيرات تاعنا للشان إن شاء الله. عندنا مباراة ثانية مع منتخب سوداني المباراة راح تكون مختلفة لأنه المنافس
نظن يكون مش بنفس القوة تاع المنتخب النيجيري، لكن حتى هاد الجور تاع لي زادفيرسير هادو ما يهمونا، لانه راح تكون مباريات تشابهها ان شاء الله في الشان. وحنا الظروف والتحضيرات تجري في ظروف جيده، نعملوا بطريقه جيده وان شاء الله نحقق فوز غدا ان شاء الله. عندنا خيارات لانه الجزائر هي من تحتضن الدوره هذه، وحنا ان شاء الله راح نلعبوا على الفوز بالكاس ان شاء الله، لان كل واحد يجي لعندنا ان شاء الله مرحبا. لا حقك، شكرا.